غاديش نتسوق ليا نهائيا فهمتوني، وغاديش نتسوق ليا وما غاديش نخسر الهضره، وغادي نهضر محترم مكالم. علاش اخوتي؟ لانني انا واحد الانسان اللي محترم، ولد عائله محترمه، عندي واحد المشكل ان شاء الله غادي نبقى واقف المشكل ديال خويا ديري ما في جهدنا، اذا ما غاديش نبقى نتسوق للمعيور. هذا تعرفوا اللي كان انا ما على باليش، ربي اللي شاف، والله ما على بالي. اللي بغى يعيرني يعيرني، اللي بغى يشكرني يشكرني. الله يجازي كل واحد، الله يسهل على كل واحد. شحال حكموا على نزار، باقي ما كاين لا حكم لا والو حتى النهار الخميس ان شاء الله. وكنتمنى يكون خير، كنتمنى يكون خير. لا خويا ما تمناش لهم شي حاجه خايبه، اي واحد كنتمناو ليه غير الزوين فهمتوني، يعني راه كلشي بقاو فينا كلشي. فاتي زوزو احلى فاتي زوزو، تحياتي لك فهمتوني. حنا واقفين مع نزار في السراء والضراء، دايرين ما في جهدنا، كل واحد غادي يخلص الله على قد نيته. ربي اللي شاهد ديك الدري بقى فيا، وملي كنوقف مع خويا ماشي ضروري ندير لايف نقول لكم اني واقف مع خويا، بالعكس اي حاجه درتها على نزار كيبقى خويا. هذا واجب، هذا واجب اخوتي، والله حتى واجب، ربي اللي شاهد. بقاش غيخرج اخويا، والله ما عرفتش، ما عرفتش اختي العزيزه. واش اليوم كانت المحكمه؟ لا ما بقاتش ثلاث حتى النهار الخميس، النهار الخميس عاد غادي تكون عندهم جلسه وغادي نديروا الواجب، الواجب راه غادي نديروه اخوتي. حكا ولات فيا اخوتي ما عرفتش علاش شني هو. يكون خير ان شاء الله اخوتي، يكون خير، يكون خير، يكون خير، يكون خير. اي واحد كنتمناو ليه غير الخير. خوتي بارطاج اللايف، الله يكبر بكم وتكباسوا بزاف. امين اختي حنان هاري، انت كتشوفي راه دايرين الواجب، ملي كان نزار في الحبس وحنا دايرين الواجب، دايرين الواجب ما فايتينوش، ها باش تعرفوا اللي كاين. والله حتى دايرين الواجب، نزار اخر زياره كنقسم لكم بالله، تباس لي راسي ما خليتوش. عرفتي علاش اخوتي؟ لان شاف اش داير على قبله، شاف كل شيء، ها باش تعرفوا اللي كاين. ما على باليش ما على باليش ازيدك فهمتيني، يعني انا راه ما غاديش نكذب عليك، انا اللي واقف على هذه المشكله واللي كاينه راك نقولها. نهار الخميس كاينه جلسه، نهار 21، نهار 21 غادي تجيب الخميس ياك اخوتي، نهار 21 غادي تجيب الخميس، نهار 21 غادي تجيب الخميس. والله اخوتي حتى العذاب الاليم، العذاب الاليم هادشي اللي كاين. اما انا راه فيا ما نسد التليفون ما على باليش، ولكن الا راه كيأنبني ضميري، ضميري كيأنبني. تخيلوا معايا دابا انا ما غاديش نمشي خويا وما غاديش نوقف معاه، حشومه 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 حشومه، يعني هادشي راه ما غاديش نديرو. الله يحفظك ليا خويا، شكرا بزاف على مات التيك توكات وعلى مات الورود، الله يجازيكم بخير. خوتي علامة تيك توكات والتكباس وبارطاجيو اللايف اخوتي بلا ما تبقى تقول هاد الهضره، الله يطلق صرح الجميع، واي واحد نتمناو ليه غير الخير فهمتوني. انا عندي احساس نزار غادي يخرج ان شاء الله الخميس. تخيلوا معايا اخوتي زينب، تخيلي معايا الاكثريه ديال الناس، بزاف الناس كتبوا لي في الكومنتير عندي احساس غادي يخرج لنا الخميس، كنتمناو. يعني هذا الشيء كيبقى غير تفاؤل بطبيعه الحال، اللي دار القانون مرحبا به على راسنا وعينينا، اي قرار غادي يخرج من المحكمه يعني على راسنا وعينينا، كنتمناو. والله ما عرفت شنو نقول لكم، الله يزيد الشاوي ديال الخير وصافي.
الله يدير التشاوي ديال الخير وصافي اش نقول لكم. نظام جدود اختي منسى سلسله دوزين خوتي بارطاجوا اللايف الله يكبر بكم بارطاج اللايف اخوتي وتكباس باش اللايف ما يطيحش كاين شي لايف كيتراجع شويه واش من تليفوني الله اعلم هل كيسول على الكونت ديال اخوتي هذا هو الكونت ديالي الرسمي اللي ما دارش اشتراك اللي ما دارش ابوني دير ابوني حتى هذا هو اللي غادي نعاود نطلع به لايفات لان الاول مشى ليا الثاني مشى ليا الثالث مشى ليا ما عرفتش اشنو السبب ما عرفت ما نقول حتى شي حاجه ديال اللعيب كنهضر محترم ورغم ذلك كيطروا الكونتات لا شنو السبب ما عرفتش ما عرفتش اخويا سبايو ما عرفتش سبايوس ما عرفتش اخويا ومسلسلات راه الاخ ديالي مشدود الله يدير التشاوي ديال الخير تخيل معايا سبايوس يعني الكونت ديالي ما كنخسر فيه لا هضره لا والو كندير لايف محترم حتى الغد اللي كتلقاه طار بدون سبب ما عرفتش شنو هو السبب ما مرضنا والله حتى مرضنا يعني ما فهمتش من نهار حليت عيني من نهار بينت راسي من تحت السوشيال ميديا واخا بينت راسي غير تهلكنا اللور راه ما عمري خسرت هضره ما عمري قلت شي حاجه ديال العيب لا طلعت شي واحد خسر الهضره نهبطو ولا نقول ليه اسكت علاش اخوتي حيت عارف الناس كيتفرجوا فينا يعني الناس كاين اللي مزوج كاين اللي حداه دري صغير كاين اللي حداه ولد يعني ولده من طبيعه الحال يعني ما جاتش تخص الهضره واصلا حتى في الواقع ما كنخصش الهضره بدون سبب باش تعرفوا اللي كاين حتى في الواقع يعني كيف داير في اللايفات كيف داير في الواقع بحال اخوتي راه ما عرفتش اخوتي انتما كتشوفوا دايرين اللايف غير كنهضروا يعني مع لاباناش خالقينا القلب الابيض ولكن للاسف كيطير لك الكونت بدون سبب امتى الجلسة؟ النهار 21 اختي العزيزة قلنا ولا خويا العزيز الله 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 انا غادي مع الوقت ومولاها ربي غادي مع الوقت ومولاها ربي لا لا ما بقيتش كنهضر مع خويا سبايوس اخوتي اش نقول لكم نتمنوا لهم شي حاجه زوينه وصافي حيت كيتشفى راه كيتبلى اللي كيتشفى كيتبلى اخوتي يعني جيكم ديريكت ما غادي نخبي عليكم حتى شي حاجه انا بغيت نخلي راسي بعيد اخوتي ما نكذبش عليكم نخلي راسي بعيد يعني ما لا لاحظتوا كندير لايف كندوي على راسي ولا كندوي على المشكل ديال خويا بالحكم الناس كيسولوني عليه بغيت ما انه عليه لان عزيز انا معكم مسكين غير نيا نيت الله كندير لايف كنشرح لكم اللي كاين ايما ما بقيتش كندوي حتى في شي حاجه كندوي على راسي المشكل اللي كيطرى صافي هادشي اللي كان الاقل اكثر مالكم مع مروان مروان عزيز عليا وكيبقى خويا والله هضرت معاه غير دابا ما عندي معاه والو تكرفيس اخوتي لا اله الا الله صافي لا اله الا الله شنو راه تلاقاوني عبدي وانت يا فاتي انت يا فاتي الحمد لله راه الناس كتفهم كلشي انا ما بغيتش نبقى نهضر بزاف صافي مولاها ربي راه قلتها جوج الزبره تحياتي الله يكبر بك لاباس الحمد لله فهمت يا اختي ما خايفش منها اختي فاتي والله ما خايف منها اقسم بالله ما كنخاف من شي واحد ما كنخاف من حتى شي واحد بالعكس انا ماشي ديال المعيور ماشي ديال السبان ما عمر
غادي تشوفوني في شي لايف كنخص الهضره ولكن نسب محترم. انا راه السوشيال ميديا ماشي ديالي، انا راه وجهي ماشي ديال السوشيال ميديا، وجهي ماشي ديال السوشيال ميديا باش تعرفوا اللي كاين. وجهي ديال واحد الانسان يخدم يمشي مع الحياه كيف ما الحياه دايره باش تعرفوا اللي كاين. وهادشي اللي غادي نديرو عما قريب، هادشي هاد السوشيال ميديا غادي نبعد منها انا، وغادي تشوفوا وغادي تعرفوا كلشي. هادشي اللي بغيت نوصل لكم اخوتي، السوشيال ميديا راه ماشي وجهي انا، اما انا راه ربي لي عالم، انا راه ما حاملش هادشي، والله ما حامل، يعني ما حاملش هادشي اللي واقع. ما كرهناش المشكل يتشفك، كل واحد يمشي عند عائلته، الله يسهل على كل واحد صافي. عامل وجهي غادي يبان لكم العربون كي ضعافيت بسبب الهم، ونعس بالليل وكنفكر راه لا اله الا الله وصافي، لا اله الا الله. يعني مع عمر كنت كنحلم غادي نمشي نشوف الاخ ديالي زياره في الحبس، حتى وليت كنشوفه دابا دابا حاليا وليت كنطبقها. واخا يعني انا ما كنتش فاش، انا ما كرهتش خويا نشوفو فشي بلاصه زوينه، خويا يمشي عنده شي بلاصه زوينه، خويا نتلاقاه فواحد المكان اللي زوين، نتلاقاه بخير وعلى خير في حياته، وان شاء الله كلشي غادي يولي بخير وعلى خير، غادي يخرج وكلشي غادي يولي بخير وعلى خير. هادشي اللي كاين.